السلام عليكم. الكرة المصرية دايما بتكون غير اي كرة تانية في العالم. الترند اللي موجود في البلد هي مشاكل الكرة المصرية. بص مين شتم مين، بص مين ضرب مين، وحاجة كده اخر ضحك والله. انه الايجيبشن ليج يا سادة. نفسنا نطلع نتكلم في الكرة، في التشكيل، في التحليل، في التكتيك، في اي حاجة تخص الكرة. اي نعم مشاكل الكرة هي جزء اصيل منها، ولكن ما ينفعش تكون كلها مشاكل ومفيش كرة اصلا. النادي الاهلي بطل افريقيا مرتين على التوالي، وثالث العالم برضو مرتين على التوالي، بيمر بظروف صعبة جدا في الدوري، وما زال الاهلي مش لاقي نفسه ومش لاقي هويته خالص. النادي الاهلي بتعادل مع المقاولين في ماتش سيء جدا، واداء اللعيبه كان اسوا، والتحكيم كمان كان سيء جدا، وبتعادل مع فاركو بطريقه برضو سيئه، ومفيش شكل للفريق ومفيش شراسه النادي الاهلي اللي احنا تعودنا عليها، واللعيبه اللي تحس ان هي اول مره تلعب كوره. عندك مثلا محمد هاني بيرجع الكوره لزميله ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم بيفضل يحلق على الكوره عشان تبقى ركنيه على النادي الاهلي. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ ومش بس اداء اللعيبه اللي سيء جدا، ده كمان الحكام كمان جت وبوظتها خالص. حضرتك احنا الحكام عندنا عاوزين عمرة، بيتلغي جول صحيح 100% للنادي الاهلي، كان ممكن يفرق معاك في 3 بونت، لدرجة انك انت تحس فعلا ان الموضوع بعيد عن الاخطاء، شم ريحة ان الموضوع بقى موجه لحاجة معينة، مع ان جول بيرسيتاو يشبه جدا جول الزمالك اللي جاف بيراميدز، ويمكن كمان بتاعت الزمالك اصعب شوية، ولكن الحكم الاجنبي ما خدش وقت وحسبها فعلا جول صحيح، انما حكامنا المصريين بيلغوها عادي جدا. وهنا برضو ما بقولش ان النادي الاهلي بيفقد نقاط علشان الحكام، لا، هو فعلا اداء الاهلي سيء جدا، سواء على مستوى اللاعبين او المستوى الفني او المستوى الاداري، ولكن لما يكون فيه عدل محدش هيزعل يعني، وان كل فريق ياخد حقه. المرحله اللي وصلها النادي الاهلي دي هي مرحله طبيعيه، لان هي تراكمات من ايام موسيماني، وهقول لك ليه دلوقتي. فاكرين الاهلي لما كان بيكسب ولكن الاداء ما كانش احسن حاجه، والمكسب كان بيخليك ما تشوفش اخطاء الفريق، وده طبعا اللي كان مسكت الاداره. الفريق بيكسب وبياخد بطولات، فاحنا كده ماشيين صح. ولكن من وجهه نظري موسيماني هو سبب الاجهاد ده اللي في الفريق، لانه كان فاضل معلق على 12 او 15 لعيب ما بيغيرهمش، وما تحسش ان في روتيشن حقيقي، ولا حتى اللعيبه بتحصل على استشفاء كويس جدا تخليها تلعب اكبر قدر ممكن من الماتشات. ادينا بنشوف في الدوري الانجليزي بيدعكوا ماتشات ومفيش ربع الاصابات اللي عندك. موسيماني على المستوى الفني كان كويس، ولكن بقى على المستوى البدني والاستشفاء والحمل الزايد والكلام ده ما تلاقينيش. وهنا برضو ما بقولش ان موسيماني كان وحش، بالارقام والاحصائيات موسيماني نجح مع النادي الاهلي، وللاسف اللعيبه وصلت للحاله اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. لعيبه حرفيا مش قادره تشيل رجليها من الملعب، لعيبه زهقت من الكوره، فقدت الشغف. من وجهه نظر اللعيبه دي عايزه راحه سلبيه، يعني ولا تشوف كوره ولا تلمس كوره، يخرج يستجم وبس، ويغيب فتره حلوه ويرجع للملاعب تاني فريش. هتلاقي عنده شغف، هتلاقي عنده طاقه، هتقدر تستفيد منه، انما بالطريقه دي مش هينفع. اللعيبه دي مش مكان، دول بني ادمين. طبعا بعد تعادل الاهلي مع فاركو والغاء الهدف الصحيح جدا للنادي الاهلي، النادي الاهلي عمل اجتماع واصدر بعض القرارات. رقم 1، المطالبه باقاله لجنه الحكام اللي فقدت نزاهتها ومصداقيتها. رقم 2، المطالبه بايقاف حكم الفار في مباراه الاهلي الاخيره لحين التحقق معه عما بدر منه. ثالث حاجه، عدم المشاركه في المسابقات اللي بينظمها الاتحاد المصري زي كاس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الاهلي، وكمان استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الاصابه. ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافه الامور خلال الايام المقبله. دي كانت قرارات نادي الاهلي بعد ماتش فاركو. طبعا المستشار مرتضى منصور ما ينفعش يفوت المناسبه دي على خير، لازم يطلع ويعلق على القرارات. المستشار مرتضى منصور قال انتوا بتهددوا بالانسحاب، هو احنا بنلعب في الشارع ولا ايه؟ وقال كمان ان نادي الزمالك اكتر نادي اتظلم من الحكام المصريين، وقال كمان هاتوا حكام اجانب على نفقه الشخصيه. كمان الماجيكو كابتن محمد ابو تريكه علق على القرارات، وقال الكابتن ابو تريكه نحن متواضعون بدون ضعف واقوياء بلا غرور، احنا الاهلي معاك يا اهلي. النادي الاهلي صعد مجموعه من الناشئين لاستكمال المباريات المتبقيه من الدوري مع اللعيبه اللي راجعه من الاصابه. الاهلي بيوصل لنقطه 56 في المركز الثالث من 27 مباراه، ولسه ليه مباراه مؤجله، والمباراه اللي جايه ان شاء الله للاهلي يوم الاحد الجاي مع الاتحاد السكندري. اما عن نادي الزمالك المنتشي بالفوز، الزمالك بيعيش احلى فتراته حرفيا، وماشي بشكل مميز جدا، شكله في الملعب حلو، اداؤه فنيا حلو، حتى الاداره الى حد ما بقت مستقره شويه، اللعيبه كمان بتنفذ اوامر فريرة بالحرف، والروح اللي باينه عند لعيبه نادي الزمالك هي دي سر الفوز في كل مباراه. انت النهارده بقيت بتشوف نادي الزمالك نازل عارف هو عايز يعمل ايه. نادي الزمالك شخصيته اتبدلت خالص، بدل ما كان الاول رد فعل، دلوقتي الزمالك بقى فعل، بمعنى ان الزمالك بقى بينزل بيهاجم وعايز يجيب جوان. زي ما قلنا نادي الزمالك بيكتسح بيراميدز 3-0، ودي على فكره كانت تعتبر مباراه صعبه جدا، ولكن الزمالك عداها كده بسهوله، ومن بيراميدز للجونه. نادي الزمالك بيفوز على الجونه 4-1. الزمالك عمل حفله حضرتك على الجونه، وزيزو اللي عامل اداء جبار الموسم ده وبيتصدر قائمه هداف الدوري المصري. كل الظروف والاجواء اللي بتحصل مع نادي الزمالك دي بتبين ان الكوره حابه نادي الزمالك، وان فعلا الزمالك
الزمالك هو الاقرب بالتتويج بالدوري، واي خطه بعملها فريرا بتنجح وبتمشي مع اللعيبه. يعني مثلا اول ما جاب الجون الاول في بيراميدز الزمالك تراجع تماما وساب الاستحواذ كله لبيراميدز. تخيل بقى حضرتك لو بيراميدز كان كسبت الماتش ده، الناس كلها كانت طلعت انتقدت فريرا وطلعوا عينه، ولكن الدنيا مشيت زي ما فريرا عايز بالظبط. كمان اداء لاعبي نادي الزمالك الرجولي والروح القتاليه اللي احنا بنشوفها في الملعب دي، لعيبه عايزه تكسب، وزي ما انتم عارفين المكسب بيجيب مكسب. 7 ولا 8 ماتشات على التوالي بدون خساره بتديك حافز كبير جدا. كمان فريرا اللي ظبط نادي الزمالك تحس ان هو بيلعب باللعيبه بلاي ستيشن، بيحركهم بالدراع، تقريبا بيغير خطه كل ربع ساعه في الماتش، وكمان بيلعب بطرق مختلفه. ده كله مش هيجي ولا هيتنفذ الا لما يكون في لعيبه قادره تعمل كده، ولاعيبه نادي الزمالك قادره تعمل كده بالفعل. كل الميكس اللي انا بقوله لك ده كله بيؤدي ان نادي الزمالك هياخد الدوري. وكمان حابب اشيد بشيكابالا، الدهني في العتاق يا عم شيكابالا، الراجل بينزل اخر ربع ساعه من كل ماتش وبيجيب لك جون حلوه قوي قوي. والنهارده امام عاشور بعد هدفه الرابع في الجونه راح احتفل مع الجمهور، بس مش دي المشكله، حصلت حاجه غريبه قوي بقى. راح وقف على السور الحديدي اللي بيفصل الجماهير عن الملعب، والسور وقع بيه على الجماهير، بس الحمد لله الجماهير مفيش اي اصابات ولا اي حاجه. واول ما رجع ارض الملعب الحكم اداله انذار تاني واتطرد. قرر بقى المستشار مرتضى منصور حرمان اللاعب من مكافاه الفوز الخاصه بمباراه الجونه، وكمان غرامه ماليه 50,000 جنيه. يا عم ما كنت احتفل في الملعب وخلاص. نادي الزمالك بيوصل للنقطه 69 في المركز الاول من 29 مباراه. قولوا لي في التعليقات هل اتحاد الكره فعلا هينفذ طلبات النادي الاهلي ولا لا. هتابع كل تعليقاتكم وهرد عليها. سلام.